مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم مشاهدين برنامج شباك حارتنا في كل مكان. كل سنه حضراتكم طيبين ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحه والسعاده. قبل ما ادخل في موضوع حلقتنا النهارده، كان في بوست على منتشر على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، كان لاحدى خريجي كليه الصيدله دفعه 2019. الطالبه دي عملت ايه؟ قامت بحرق شهادة التخرج، وده تعبيرا عن غضبها، عن يعني كان عندها شعور بالغضب من قرارات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. الحقيقة أنا مش هقول أنا بأيد الفعل ده ولا ضده، ولكن أنا بس نفسي أسأل دكتورة هالة زايد سؤال. حضرتك من سنتين بالتحديد يوم 27 يوليو 2019 لما حضرتك قمتي بزيارة مستشفيات التأمين الصحي في بورسعيد، قلتي جملة، قلتي إن الصيادلة وجودهم مش فارق مع حضرتك، وإن غيابهم لغياب 100 صيدلي ما يفرقش معاكي، في حين إن غياب ممرض أو ممرضة واحدة هتحسي بيه وهتحسي بالفرق. طيب أنا بس نفسي أسألك سؤال، يعني حضرتك لو شايفة كده من الصيادلة، طب ما تقفلي كلية الصيدلة، يعني ارفعي تنسيقها، خليها مثلا 105% ولا حاجه، وطالما يعني كليه الصيدله ملهاش اهميه، حتى حضرتك قلتي اننا ممكن ندخل على اليوتيوب ونتفرج على فيديوهات الصيدله الاكلينيكيه ونتعلم صيدله منها، لان المواد اللي احنا بناخدها او اللي بندرسها في كليه الصيدله ملهاش اي اهميه. طيب انا بقول طالما كليه الصيدله يعني ما عادش ليها مستقبل في مصر، نقفلها ونوزع المواد اللي ليها اهميه في كليه الصيدله زي ما حضرتك شايفه، نوزعها بقى على كليات العلوم، كليه التمريض، كليه الطب البشري. طيب لو هو احنا وجودنا ما لهوش اهميه زي ما حضرتك بتقولي، مين اللي ماسك مصانع الادويه في مصر؟ مين اللي ماسك الصيدليات؟ مين اللي بيدير الصيدليات؟ مين اللي اسمه لازم يتكتب على الصيدليه؟ حضرتك اصلا كل فتره بيطلع قرارات تعسفيه ان لازم وجود صيدلي في الصيدليه، وان الاسيستنت ده يعني لو دخل تفتيش ولا الاسيستنت موجود والصيدلي مش موجود بيعمل له قضيه. طيب حضرتك شايفه ان احنا وجودنا مش مهم للدرجه دي؟ طب مصير الدفعتين دول ايه؟ احنا في دفعتين 2019 و2020 ما لهمش اي مستقبل دلوقتي، ممكن يعني ايه اللي قادر فيهم هيدخل مثلا اي صيدليه يشتغل فيها شيفت 6 ساعات 7 ساعات ده اخره، هيشوف له شركه ادويه يشتغل فيها ده اخره، هيتمرمط وهيتطحن علشان يجيب 1500 ولا 2000 جنيه في الاخر. مستقبلهم ايه؟ لا نافع يسافروا عشان يزاولوا مهنه، ولا نافع ان هم يفتحوا صيدليات لان لازم ياخدوا ترخيص مزاوله مهنه. طيب ولا نافع ان يتحط اساميهم على صيدليات برضو علشان لازم يكونوا مزاولين للمهنه. مصيرهم ايه؟ احنا بنشهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه ينظر للدفعتين دول بنظره يعني العطف والرحمه، احنا اولادك يا ريس. معانا هاشتاج كان متفعل الفتره اللي فاتت باسم الهاشتاج تكليف الصيادله كامل، وهاشتاج نتيجه تكليف صيدله باطل، وهاشتاج صيادله 18 و19 بالكامل يا ريس، وهاشتاج الصيادله يستغيثوا بالسيسي. احنا انا يعني بدعم الدفعتين دول، وان شاء الله هيكون لينا لقاء مع احد المتضررين في برنامج شباك حارتنا قريب. نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهارده. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الزراعه في مصر ومستقبل اشجار الموالح في مصر وتاثير تغيير المناخ عليها. منورني في الاستوديو الدكتور عبد الناصر عيسى، استشاري زراعي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، نورتني وشرفتني. الله يكرمك. شكرا. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. قول لي مبدئيا كده، انا عايز اسالك حضرتك رايك ايه في الزراعه في مصر؟ والله الزراعه في مصر زراعه ازرع بلا مخ. يعني احنا ما عندناش ترتيب في اي في المجال الزراعي في اي حاجه. احنا كل واحد بيلاقي حاجه ماشيه في السوق بيزرعها، وبيحصل تكدس في الاسواق، تلاقي الاسعار انخفضت، وما عندناش تخطيط للزراعه في مصر خالص. لازم وزاره الزراعه تتدخل جديا، او الحكومه اللي موجوده تتدخل جديا في فرض سياسات زراعيه زي ما كانت بتمارس في الستينات والسبعينات. احنا اصلا دوله مشهوره بالزراعه. احنا المفروض دوله زراعيه بالدرجه يعني الاولى، ولكن احنا ما عندناش سياسه زراعيه واضحه للدوله لغايه دلوقتي. فلازم وزير الزراعه والمراكز البحثيه المتخصصه وكليات الزراعه في مصر تحط بروتوكول لصناعه الزراعه في مصر. لكن للاسف احنا ما عندناش بروتوكول ده خالص. احنا كل واحد هاوي ياخد اي مشروع بيشتغل في زراعه وخلاص، لكن بقت الزراعه في مصر مهنه من ليس له مهنه. اي حد بيشتغل في المجال الزراعي
معظم الناس اللي شغالين في المجال الزراعي مش هم بتوع المجال الزراعي. وده للاسف وده اللي بيخلي فيه تخبط وعشوائيه في المجال اللي احنا شغالين فيه. لكن لازم يكون لنا سياسه واضحه وصريحه في 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 المجال الزراعي في مصر. طيب حضرتك شايف الفلاح المصري مظلوم او مهدور حقه؟ مهضوم حقه بالكامل. اولا ولا في نقابه كويسه تدعمه. ولا كان زمان في الجمعيات الزراعيه كمان كان لها دور كبير جدا، دلوقتي الدور بتاعها مش مفعل باكثر من 20-30%. دي كانت بتدعم الفلاح من سواء استشارات زراعيه او اسمده او تقاوي معتمده او او او، وده الدور ده ما عادش شغال بنسبه كبيره جدا في مصر. فاصبح الفلاح دلوقتي بيتخبط في ظل ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج من اسمده ومبيدات وكيماويات وتقاوي، وفي نفس الوقت الانتاج والعائد بتاعه ما بيجيبش فلوس تسدد. فاصبح دلوقتي في مشكله كبيره جدا في المجال الزراعي. في فلاحين كتير وصغار المزارعين ابتدت تهجر الشغلانه ديت، وابتدى يبقى عندنا مشاكل كبيره جدا في زراعه في مصر. طيب احنا معانا تقرير هنعرضه لحضراتكم ونرجع على طول، استنوا. مساء الفل. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ عرفنا بيك. يسلمك. اسمك ايه؟ محمد عبد العزيز. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه. قول لي، عندك مشاكل بتقابلك في الزرعه بتاعتك؟ عندنا مشاكل بالنسبه لان احنا بنبيع المحاصيل رخيصه. ايوه. والكيماوي غالي. تمام. التقويات غاليه. والرش غالي. الحاجات دي. انت بتزرع ايه؟ بزرع بنجر وبزرع قمح وبزرع برسيم. طب وبالنسبه لتغيير الجو، شويه حر وشويه برد والكلام ده، مأثر على الزرع في ايه؟ بأثر برضه، بأثر على البنجر. في ايه بقى؟ هو حلو للقمح؟ حلو للقمح. مش مناسب للبنجر. تمام. عايز تقول حاجه لوزير الزراعه؟ اقول له يخلي باله مني. انت على دماغنا من فوق. يخلي باله مننا بس شويه. كل سنه وانت طيب يا حاج. طيبه. مساء الفل، ازيك يا حاج؟ الله يسلمك. اسمك ايه؟ اسمي خالد يوسف عبد الغني حسن. اهلا بيك. اهلا بيك. قول لي، عندك مشاكل بتقابلك في الزرعه بتاعتك؟ مشاكل كتير. زي ايه؟ مفيش الزراعه مش مساعدانا بالنسبه للمحاصيل والكلام ده. المحاصيل وحشه قوي، يعني بالنسبه للمحاصيل من عم نقول هي وحشه، ما بتساعدش. ايوه. والفدان ما بتساعدش، اللي هو يعني واكل بعض، بيطلع من هنا ياكل هنا، والايجارات غاليه. الايجارات غاليه، مغليين الايجارات. تمام. ما بتساعدش باي شيء. انت بتزرع ايه؟ بنزرع قمح وبرسيم وبنجر ما شاء الله، ربنا يرزقك يا رب. طب الجو عامل ايه معاك؟ تغير شويه حر وشويه برد، عامل معاك ايه؟ هو كان عايا من اول السنه. بس جه حلو للقمح، هو محصول القمح مخليه عشرة. يعني الجو ده مناسب للقمح. السنه دي ما شاء الله مش مناسب للبنجر. والله ما جابش بنجر السنه دي. البنجر عايز جو ايه؟ البنجر عاوز الشتا وبتاع بروده، والجو كان وحش السنه دي. ما كانش في شتاء؟ ما كان في شتاء بس مش قليل، مش كتير. طب مش عايز توجه حاجه لوزير الزراعه؟ انا بقول وزير الزراعه يساعد الفلاح بس، بدل ما هو حاطط وشه في الطين كده بس، بهدله. ايوه ماشي يا حاج. بالنسبه لنا يعني واحنا مساكين ما فيش اي حاجه، اللي احنا بنودي لهم وهم بيعملوا. انتوا على دماغنا من فوق، ربنا يرزقك يا رب، بوسع عليك. مساء الفل. اهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفاصل. كان معنا تقرير عن الفلاحين ومشاكلهم. ايه راي حضرتك في التقرير ده؟ والله الناس ما بيتكلموا عن سعر الكيماوي غالي، و زي ما انا قلت قبل الفاصل ان احنا عندنا مدخلات الانتاج غاليه، والعائد بتاع الارض اصلا مش كويس، فما بيجيبش. فدايما عليهم مديونيات، سواء للوكايل اللي بياخدوا منها فلوس على الزرعه، او لمحلات الاسمده والمبيدات اللي بياخدوا منها على الزرعه. فكل دوت اصلا بيخلي الاسواق في مصر متخبطه. يعني مدخلات الانتاج غاليه من الاسمده، وفي نفس الوقت العائد بتاع الارض ما بيجيبش فلوس، فبالتالي هيبقى عليه مديونات كتير. لازم يكون لنا سياسه واضحه في مصر
في الزراعه عشان خاطر ندعم صغار الفلاحين. يعني ايه المشكله ان وزاره الزراعه او وزير الزراعه يعمل جمعيه لدعم صغار المزارعين في مصر، سواء الخضار او الفاكهه او النباتات الطبيه والعطريه او الزينه؟ ايه المشكله ان احنا نعمل جمعيات لتسويق المنتجات للناس دي، بحيث انها تجيب لها عائد كويس، بدل ما بنسيبهم لجشع التجار اللي بيستغلوا الظروف وبياخدوا منهم المحاصيل بابخس الاسمان ويصدروها باسعار مرتفعه جدا. ليه ما نعملش جمعيات زي كده تحمي صغار المزارعين دولت، بحيث من الناس الموجوده في المجال الكبار او حيتان السوق بالمعنى الاصح. يعني احنا في ناس كبيره جدا هي المتحكمه في التصدير في مصر. ليه الحكومه ما تدعمش الناس الصغيره ديت عشان تقف في وش حيتان السوق؟ صح. لازم يبقى في توجه من وزاره الزراعه متمثله في الوزير او في سياسه الدوله نفسها انها تدعم صغار المزارعين، لان احنا 80% من مصر صغار مزارعين وال20% هم كبار المزارعين، فلازم ادعم ال80 دول قدام ال20% اللي فوق. طيب هم كانوا بيتكلموا عن تغيير المناخ مناسب للقمح ومش مناسب للبنجر، ده اصلا موضوع حلقتنا النهارده. هو اساسا احنا هنتكلم عن التغيرات المناخيه وتاثيرها، مش يعني انا المفروض كنا هنتكلم عن الموالح بس، لكن هو تاثير المناخ اثر على مستوى مصر بحاله وعلى كل الزراعات في مصر، سواء خضار او فاكهه او زينه. احنا درجات الحراره اللي كل يوم عاليه شويه وواطيه شويه، ده بيخلي الزرع عامل زي اللي يكون مش قادر ياخد قرار، يمشي ينمو ولا ما ينموش، يقف زي ما هو. بص الجو جه برد يروح واقف، درجات النمو بتاعت النبات تقف عشان ما فيش درجات حراره تساعده على النمو. درجه الحراره تعلى، تبص تلاقي استهلاكه من الكربوهيدرات او اللي بيخزنه من الغذاء اللي بيخزنه بيستهلكه في التنفس بالليل، فبالتالي النمو برده بيقف. فبالتالي ان التغيرات المناخيه اثرت على كل الزراعات، خاصه زراعه الموالح في مصر. احنا كنا مشهورين الفتره اللي فاتت دي، احنا بقى لنا 3 سنين في مصر في العالم بقى احنا رقم واحد في العالم بنصدر موالح خاصه البرتقال الصيفي. مشهورين بالموالح اصلا. احنا مصر اصلا عامه يعني لو بصينا الخريطه بتاع مصر هنلاقي ان كل من الجنوب لغايه يعني من السودان من اسوان لحد السلوم ممكن نزرع موالح بجميع اصنافها على مستوى المناطق الجافه، نزرع فيها اصناف صيفي او ليمون، الاصناف اللي هي فيها رطوبه عاليه نزرع فيها برتقال بصر او المندرينات. فتلاقي مصر كلها جو صالح لزراعه الموالح طول السنه، صالح للزراعه طول السنه. واحنا عندنا اصلا يعني احنا عندنا الليمون وعندنا الايزي بيلر كله، الحاجات اللي هي سهله التقشير زي اليوسفيات كلها والمندرينات، وعندنا البرتقال الصيفي. احنا بقى لنا 3 سنين رقم واحد في تصدير برتقال صيفي في العالم، رقم واحد. واحنا مصر اصلا، طب ليه بنتجه اصلا لزراعه الموالح في مصر؟ الموالح العائد بتاعها كويس وما بتاخدش عماله زراعيه كتير زي الخضار او العنب او المحاصيل الثانيه، فبالتالي انا لما بزرع يا دوب بستهلك العماله بس في موضوع التقليم والتسميد والرش، لكن ما بتاخدش كميات عماله كبيره زي المحصول زي محصول العنب لانه محصول تصدير. واحنا في كميات والمساحه المزروعه في مصر هنا بتقدر، احنا محصول الموالح رقم واحد في الزراعات. لو بصينا على المساحات اللي مزروعه في مصر هنلاقي اكبر مساحه مزروعه من الموالح، يجي بعدها العنب، يجي بعدها الخضار والفاكهه. تمام. واحنا الدوله رقم واحد في افريقيا في انتاج الموالح، يجي بعدنا المغرب ويجي بعدنا جنوب افريقيا، يعني احنا رقم واحد. لو بصينا على انتاجنا على مستوى العالم هنلاقينا رقم 6 بعد البرازيل والولايات المتحده. احنا بنصدر الموالح، يعني اكيد في انكم عالي من تصدير الموالح. احنا في احصائيه هنا بتقول ان احنا سنه 2020 صدرنا من البرتقال الصيفي حوالي 1,500,000 طن. العائد بتاعهم بيعدي 73 مليون. فدي محصول يعني اقتصادي جدا وما عندوش ما فيش ريسك اصلا في. طب هو ده مش ممكن يدر برضو دخل الفلاح؟ احنا لو جينا اتكلمنا، احنا عندنا صغار المزارعين اللي هو عنده 5 فدان و3 فدان و4 فدان، ده بينتج محصول موالح ويجي يبيعه، يا اما هيبيعه للسوق المحلي يا اما هيبيعه للتاجر، والتاجر هيبيعه للمصدر، والمصدر هو المستفيد في الاول والاخر، المصدر المستفيد مش الفلاح الصغير. يعني لو خد مني كيلو البرتقال ب 4 جنيه على شجره او ب 3 جنيه زي ما هو ماشي السنه دي انا ما استفدتش حاجه، لكن المصدر نفسه ممكن هيبيعه ب 10 جنيه العائد بتاعه. فبتاع المستهلك المنتج نفسه ما بيستفدش زي المصدر. فاحنا عشان كده بنقول ان الدوله لازم يكون لها توجه في عمل جمعيات تصديريه او جمعيات لدعم صغار المزارعين في مصر،
هي دي مشكلتنا، لان احنا بننتج كميات كبيره جدا. يعني احنا بننتج في السنه اكتر من 3 مليون طن موالح، ما بنصدرش اكتر من 1.5 مليون طن. ليه؟ ليه بقى؟ ليه ما بنصدرش؟ في استهلاك برضو. ماشي، الاستهلاك بتاعنا مش هيعدي 20% من انتاجنا. احنا اصلا شعب بثقافته ما بيحبش البرتقال الصيفي العصير. احنا شعب مستهلك. احنا بنحبه في الشتاء. مش العصير، احنا بنحب ناكل اليوسفي او ليزي بيلر، الحاجات السهله التقشير، برتقانه بصره، ده اللي احنا بيستهوينا في مصر. لكن العالم كله بيتجه للعصائر، البرتقال الصيفي في العصير. فاحنا بنصدر كميات كبيره جدا منه، فليه اصلا ما ندعمش صغار المزارعين ان هم يقدروا يقفوا قدام الناس الكبيره في السوق؟ ليه ما جبش هامش ربح كويس لصغار المزارعين الموالح في مصر؟ صح. لكن احنا صغار الموالح بيعانوا السنه دي، اقل واحد خسران لان تكلفه الانتاج بتاعته بيعدي 30,000 جنيه الفدة. كمبيدات واسمده. بيعدي 30,000 جنيه مبيدات اسمده. هم لسه بيقولوا ان الكيماويات عاليه. لا، وظل ارتفاع كمان الكهرباء والسولار للناس اللي عشان يطلع ميه، متر الميه، متر المكعب الميه بيكلفني في السولار 2.5 جنيه. في الكهرباء بيكلفني حوالي 1.5 جنيه. برضو ده حاجه غاليه. يعني انا لما مثلا فدان الموالح بيستهلك 4000، من 4000 ل 5000 متر مكعب سنويا ميه. لو ضربناها بس في 2 جنيه يعني عندي 8000 جنيه بس بند ميه، او 10000 جنيه بند ميه. لسه بقى في اسمده، في مبيدات، في عماله زراعيه، في جمع، في تعبئه، في نقل، ده كله بيخش في 30,000 جنيه الفدان. طب لو في متوسط الفدان في مصر بيطلع 18 طن، ده اللي احنا موجودين بيه ده الفعل. في ناس بتوصل ل 35 في بعض المناطق، زي وادي الملاك والمناطق بتاع الشرقيه بيوصل فيها 30 و35. الصحراوي متوسطه من 18 ل 22. خلينا نقول 20 طن. متوسط السنه دي 2 جنيه البرتقال. 2 جنيه في 20 40,000 جنيه، يبقى هو مكسبه طول السنه 10,000 جنيه بس. ده عائد طبعا عائد بسيط جدا. وفريسك، وممكن سنه ما يتباعش. يعني ممكن السنه تعمل التجار يعملوا مع بعض اتحاد ان هم ما ياخدوش كميات، فتلاقي البرتقال زي ما حصل من 3 4 سنين، كان سعر البرتقال على شجره بنص جنيه، الناس كانت بتجمعه وترميه في الارض. فلازم يكون عندنا سياسه واضحه تصديريه لدعم صغار المزارعين في كل المجالات بقى، مش في الموالح بس. طب ايه راي حضرتك في موضوع هل ريحه الفاكهه؟ السؤال ده على فكره بيستهويني قوي. لو انا اشتريت فاكهه من السوق وليها ريحه كده، اللي هي ريحه فجه، يعني البرتقال ريحته برتقان، الموز ريحته موز، الجوافه وهكذا، الريحه دي بتفرق فعلا؟ هل ده مرشوش او لا؟ لا، هو اصلا يعني احنا في حاجه في مصر الناس واخده فكره عنها غلط، ان احنا بنستخدم هرمونات في الانتاج الزراعه. يعني ايه هرمون اصلا؟ الهرمون هو اصلا حاجه طبيعيه بتخلق في النبات، مفروض احنا بناخدها وبنرشها في بعض الاصناف عشان خاطر تخلي الثمره بتاعتي ثمره كبيره عشان تجيب لي عائد كويس. ودي الثمره دي بس بتطلع. بيقال دايما ان الكنتالوب ده مرشوش، ما اعرفش بقى. يعني احنا بنيجي ندوقه بنحس بطعمه بصراحه. مش لو خدت اي فاكهه بتتصدر، فالاتحاد الاوروبي بيشترط اشتراطات معينه في التحليل، ان لازم تكون خاليه من المبيدات وخاليه من بعض المواد السامه وخاليه من المعادن الثقيله والحاجات دي. فدي بيعملوا تحليل عليها. فاي اي فاكهه بتتزرع بغرض التصدير في مصر تاكلي منها وانت مفيش مشكله، لان الاتحاد الاوروبي بيشترط اشتراطات صعبه جدا. اكيد. فاي حاجه بتتصدر لا، ما تقلقيش ان انت تاكلي منها، حتى حجمها لو كان كبير، حجمها صغير ما تقلقيش منها. يعني فكره ان الهرمونات العنب احنا بنصدر منه كميات كبيره جدا في مصر. البرتقال بتصدر منه كميات كبيره جدا. طب اليوسفي الكبير ده مش مهرمون؟ ما فيش حاجه اسمها هرمون. يعني ايه هرمون اصلا؟ انا نفسي كنت فاكره كده. لا لا، الهرمون ده اصلا ماده بتنتج طبيعيا في النبات، في القمم النامية. زي جسم الانسان كده بالظبط. يعني اي واحد عنده هرمونات بتاع النمو، هو النبات نفسه عنده هرمونات بيخلقها في جسمه عشان خاطر انا بركز الهرمون دوت او برشه بتركيز معين بحيث ان يكبر لي الثمره. بس مش معنى كده ان هو بحاجه مضره للصحه، يعني لانها اصلا يعني حاجه طبيعيه. التركيز اللي بترش بيه ما بيكونش ضار للصحه. بدليل ان الاتحاد الاوروبي بياخد الحاجات دي وبيستهلكها، وهم اكتر ناس بيخافوا على نفسهم في اشتراطات الصحه العامه دي. لكن احنا في مصر ما فيش مشكله ان انت تاكلي اي حاجه خالص، لكن الحاجات اللي منتجه محلي احنا ما عندناش رقابه عليها. يعني مثلا الطماطم، الخيار بقى، والطماطم، والخيار والحاجات دي. دي الفلاح تلاقيه بيرش الصبح وبرش بعد الظهر وبيجمع وبينزل السوق. مفيش كنترول، مفيش رقابه، مفيش كنترول. اي حاجه بتباع محلي
وبتنتج بمجرد الانتاج المحلي. طب هو ما بينزلش تفتيش زراعي مثلا على اهو ده ده اللي احنا بنقول عليه، ان المفروض اصلا نفعل دور وزاره الزراعه والتفتيش الزراعي في هو دلوقتي فيه بيمروا على المحلات المبيدات والاسمده وبيبصوا على الحاجات المخالفه، ولو بس في حاجات الناس بتجيب الحاجات المبيدات المحظوره بتجيبها من مصادر ثانيه، مش لازم يكون واخدها من محل معتمد، بيجيبها من اي مصدر ثاني ورشها. وحتى لو هو بيجيب من حاجه معتمده ومصرح بيها وزاره الزراعه بيرشها بتركيز مختلف، بتركيز عالي، تعمل سموم في الجسم، تعمل سموم في الثمار اللي احنا بناكلها، وبالتالي واصلا احنا هو هيكون احنا دوله فيها كميه كبيره جدا من الفشل الكلوي والسرطان. صح. من ايه؟ من استخدامنا الغير امن للمبيدات والاسمده، ما عندناش ثقافه. يعني انت لو تيجي للمزارع، ما احنا عشان كده كنا بنقول احنا لازم نتكلم في كده، ده اكلنا وشربنا واكل عيالنا. ما هو احنا لازم احنا كنا بنقول لازم وزاره الزراعه تفعل التفتيش الزراعي. بمعنى ان انت لسه كنت بتتكلمي في بدايه الحلقه ان وزاره الصحه مش عاوزه تعين الصيادله. طب ايه المشكله ان كميه خريجين الزراعه في مصر ليه ما يدوش شهاده انه مفتش زراعي وينزل على المحلات والمبيدات وديت ويعمل ارشاد زراعي للفلاحين وصغار الفلاحين، لكن ما يسموش اصلا لجشع التجار بتاع الاسمده والمبيدات ان هو ما يسيبش الفلاح منه نفسه بالظبط، وهو نفسه حتى لو انا بديله، يعني في بعض المحلات ناس محترمه تقول له رش بتركيز معين، الراجل يقول لا ده انا عاوز الزراعه بتاعتي تبقى كويسه جدا ورش بضعف التركيز اللي هو بديه له، بالتالي هو بيعمل اصلا مشاكل، الحشرات اللي بتاخد الجرعه الزياده دي بتاخد مناعه وبيزيد المرض مش بيزيد اكتر، بيحصل يطلع عندي اجيال من الحشره عندها مناعه ضد المبيد ده، اضطر ان انا اغير مبيد تاني وبرده نفس الموضوع يحصل مناعه. ليه؟ لان ما فيش ثقافه زراعيه لصغار المزارعين، فلازم يكون توجه الدوله ان تثقيف الفلاح الصغير دوت او صغار المزارعين، اثقفه ازاي يستخدم المبيدات والاسمده صح، ولازم يكون في رقابه على الاسواق بتاع الجمله ويحطوا عليها زي اوروبا ما بيحصل، اي سوق جمله في اوروبا من البلد نفسه بياخدوا عينات وهي داخله السوق وتتحلل وقتي، لو في نسبه مبيدات ظاهره في الثمار يرفض الشحنه دي انها تخش تتباع في سوق الجمله وتتعدم تماما، ويتحمل صاحب البضاعه ديت يتحمل التكاليف بتاعه الاعدام بتاعها، لكن احنا ما عندناش رقابه. احنا لازم يكون عندنا في رقابه خاصه في الحاجات اللي هي بتنتج بغرض الانتاج المحلي الاستهلاك المحلي. طيب قول لي، الناس بتسمع كلمه اورجانيك، خضروات اورجانيك، تمام؟ في ناس فاهمه المعنى وفي ناس مش فاهمه يعني اورجانيك، فهمني كده اللفظ اورجانيك ده يعني ايه. اللفظ اورجانيك يعني زراعه عضويه خاليه من الاسمده والمبيدات، زي ما كان اجدادي واجدادك زمان بيزرعوا، ولا كان في مبيدات ولا كان في اسمده. طبعا دي بتتصدر، كانوا بيستخدموا يعني هي هدفها التصدير برضه. طبعا ليه انا كمواطن ما اكلش اورجانيك يعني؟ التكلفه بتاعتها، يعني انا مثلا لو زرعت فدان طماطم اورجانيك لو بدل ما يجيب لي 30 طن هيجيب لي 5 طن، شوفي في فرق 25 طن. ليه؟ لان انا ما بستخدمش حاجات تكتر الانتاج بتاع الفدان، ولا بحط اسمده ولا بحط مبيدات، عشان كده طبعا سعره غالي. فعشان كده سعره غالي جدا، بس بيبقى حاجه بيور خاليه من اي حاجه خالص، صحيه جدا. وده في دي الزراعه الاورجانيك في مصر بتجيب عائد كبير جدا، بس للاسف احنا ما بنقدرش نستخدم اورجانيك في الاوبن فيلد خالص او في الزراعه المكشوفه، ممكن بنستخدم الزراعه الاورجانيك في الجرين هاوس او الزراعات المحميه. ممكن نتحكم فيها ونقدر، بس العائد بتاعها بيكون كويس جدا لكن الانتاج صغير. حضرتك شايف ان في محصول في يعتبر مصدر ربح للفلاح في مصر؟ واحنا بقى لنا 5 سنين او 6 سنين مستقبل زراعه الفراوله في مصر سواء في الاليوبيه او في البحيره كويس جدا. ودي وده محصول اقتصادي في مصر. ليه الدوله ما تعملش حاجه كويسه جدا لدعم صغار المنتجين الفراوله وفي التصدير؟ احنا بقى لهم 3 سنين دلوقتي من ساعه الكورونا والعائد بتاعها ما عادش كويس. دي رساله نوجهها لوزير الزراعه. اكيد طبعا. وانت حضرتك شرفتني ونورتني، كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معايا النهارده. انا شخصيا استفدت من الحلقه جدا. الله يكرمك. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اللي ما شافش الحلقه يقدر ان شاء الله يشوفها في الاعاده الساعه 3 صباحا. هستنى ارائكم وتعليقاتكم على الحلقه على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحه برنامج شباك حلقتنا. استنوني الاربع الجاي في نفس الميعاد وضيف جديد وشباك حلقتنا. سلام عليكم.